تعرف حضرتك مصطفى امصان محامي من شبرا الخيمة. استاذ مصطفى، رأي حضرتك في التعديلات الدستورية، هل هي مرضية ليك ولا هي غير كافية؟ لانها ما بت... يعني الامر الاول يعني قبل التعديل ماشي، كان الدستور متفصل على شخصين مش كده؟ هي دلوقتي وسعت شوية، انما ما زالت بتحجب ناس تانية عن ممارسة حقوقها. يعني التعديلات دلوقتي بوضعها الجديد الحالي اللي بيستفتى عليه ما تكفلش لكل الطوائف والفئات استغلال حقها، لسه في فئات محجوبة، لسه في ناس ما جهزتش نفسها ماشي، في ناس ما كان يعني اللي كان صفوفه جاهزة من قبل الأحداث الأخيرة هو ده اللي هيقدر يخوض أي انتخابات بعد كده ويجهز لها، لكن اللي مش مجهز صفه يبقى كده حجب مش كده. زائد ان في بعض النصوص برضو ما بتكفلش بتحجب بعض الفئات اللي ما يعني مثلا انا معلش مش متذكر النصوص بالدقة، لكن في نص من ضمن شروط الترشح للرئاسة عن طريق حزب ان يكون الحزب بقاله 5 سنين. طب واللي ما بقالوش 5 سنين يحجب بأي حق؟ ما هو ده حرمان من حق دستوري ماشي، بصرف النظر بقى مين هيحجب ومين هيجتاز ومين هيعدي ومين هيدخل ومين مش هيدخل، ولكن المهم في فئات هتحجب بالك. فما زال الامر مش كافي، يعني التعديلات كويسه ولكن غير كافيه. بس مستوى بعض الجماعات او الطوائف دعوا اللي دعوا المواطنين هم يبقى نعم للموافقه على الدستور، من وجهه نظرهم ان ده هيعبر بر مصر بر الامان. تعليق حضرتك الكلام ده ايه؟ ده رايه، لكن يعني ايه، انا ممكن ادعو لذلك في المجالس الدعايه بتاعتي ماشي، لكن ما وجهش يعني ما ينفعش الكلام ده يبقى من المنابر او من الجهات اللي بتخاطب عامه الشعب. لا، انا ادعو من شئت اعرض عليه وجهه نظري او اوجهه للي انا شايفه صح، ان اشاء ياخذ برايي شاء ما اشاء شيء له الحريه، ان انا لكن ما اجزمش او ما احاولش اضفي شرعيه على رايي. ده رايي يبقى اديله وصف انه راي ماشي، لكن ما اضفيش عليه شرعيه او مثلا احاول اقدح في اذهان بعض الناس ان علماء المسلمين مجتمعين او متفقين على نعم. مين قال؟ لا، مين قال علماء المسلمين متفقين؟ وقد تكون نعم هي الصح. انا دلوقتي ما بقولش رايي، انا بقولش نعم صح ولا غلط ولا لا صح، انا بقول ايه رايي، انا اقوله لمن شئت اعرضه عليه ماشي، انما ما احاولش اضفي عليه شرعيه، اقول ان ده رايي انا شايف كده، انما ما احاولش اصبغ شرعيه على هذا الراي عشان ده رايي وانا عايز الناس تعمل بيه، يبقى اصبغ عليه شرعيه واوهم الناس بانه لا ده علماء المسلمين اجمعوا على كذا. كلام مش يعني مش من الامانه يعني. استاذ مصطفى، شاركني الراي ان مصر النهارده في العصر الجديد من الديمقراطيه ما شفتوش قبل كده في بالتاكيد. عاوز حضرتك توضح لي الفرق بين انت لو كنت استفتي في النظام السابق واستفتي النهارده. لا، فرق كبير طبعا، فرق كبير. النهارده تكاد تكون العمليه يعني ماشيه بشكل صح، وان كان قله الامكانيات مؤديه الى بعض يعني ايه، مش هنقول يعني الانحراف او التجاوزات، ولكن بعض ايه شيء من عدم الدقه، يعني عدد القضاة مش كافي والقاضي قاعد جوه مطحون مش قادر يتواجد على كل صندوق بشكل مباشر. ومن الممكن ان يحصل مثلا دلوقتي النهارده سالت رئيس اللجنه، لما دخلت اللجنه لقيت بعض الشباب جوه اللجنه، ومن الممكن والمتاح ان هو يوجه واحد جوه يقول له هعلم هنا او علم هنا، خصوصا للي ما بيقراش او للي مش مجهز رايه، مش داخل جاهز هو هيقول اه ولا هيقول لا ماشي. فسالت واحد بقول له انت تبع ايه؟ قال لي احنا متطوعين. دول فين رئيس اللجنه؟ رئيس اللجنه في الفصل الثاني. امال انت تبع ايه؟ انا متطوع. رحت رايح لرئيس اللجنه، وبعد عليك رئيس اللجنه قال لي، قلت له طب ده حضرتك اللي متطوعين دول تبع ايه بالظبط؟ قال لي انا اللي حاططهم للسيطره. قلت له طب ما هو وارد ان ده يوجه غيره او كده. قال لي طب هعمل ايه؟ هقطع نفسي. فلقيت انه بالفعل معذور، يعني الحمل كبير عليه. وانا برد ده لان الموضوع ما كانش مجهز له، جت مساله سريعه ولسه ما تمش التجهيز له التجهيز الكافي ماشي، انما في مقبول يعني الى حد ما، امره في حدود الامكانيات يعني مش فرق ما بين ان الامر يكون ناتج لعدد عدم قله الامكانيات او انه يكون مردوده بقى ايه لتربيط وتزوير، فرق كبير طبعا. بشكر حضرتك جدا يا استاذ. ربنا يحفظك حبيبي. الله يبارك فيك. شكرا. تعرف حضرتك اسمي نهضه نجيب. استاذ نهضه، رأي حضرتك في التعديلات الدستوريه، هل هي مرضيه ولا مرضيه ولا بالنسبه لي؟ هي طبعا مرضيه، انا ما كنتش ليا في السياسه قبل كده،
وما كنتش عارف حاجه خالص عن التعديلات الدستوريه والكلام ده. كان كله ماشي تحت الرئيس اللي بيعمل كل حاجه ومجلس الشعب اللي وافق على كل حاجه، واحنا مالناش دعوه باي حاجه من دي. فلما عرفنا ان في تعديلات دستوريه طبعا عرفنا ايه الصح وايه الغلط وكده. وبعدين في ناس فهمتنا ان في التلفزيون وعن طريق الكمبيوتر والحاجات دي ان المفروض التعديلات دي لصالح البلد وتخليها في حياه افضل يعني. فوافقنا وسرعنا وجينا عشان نستفتي. بس انا هقدر رايح حضرتك في التنظيم النهارده ده الجيش نظم لا الجيش جميل جدا جدا جدا. انا بدعي لهم يا رب بالسلامه كلهم من اول 25 يناير لحد النهارده، وهم بصراحه واقفين مع الشعب وواقفين في كل حاجه وفي منتهى الجمال. ربنا يحميهم يا رب. حضرتك نزلت انتخبتي او استفتي قبل كده؟ لا انا كان كنت اتمنى بس ليه؟ لا ليه ما كنتش بتنزلي؟ طبعا من انت عارف كل حاجه كانت مضغوطه علينا ومجبرين وما نقدرش نعمل اي حاجه، وكانوا الطوارئ المفتوحه ما نقدرش نقول بم ولا نقول اي حاجه، فكانت غصب عننا ماشيين كده وخلاص. نهار ديمقراطيه وفي فرحه عامه الشعب كله وفي سلام وفي يعني كل بيقول رايه بيعبر رايه بلا او بصراحه وبوضوح من غير خوف من غير اي حاجه، ودي دي اجمل لحظه بصراحه. أعزائي مشاهدي موقع شبرا ميديا، أتمنى لحضراتكم اليوم فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحظة ضمن لحظة في يوم تاريخي ملأه طعم الديمقراطية. نتمنى أن نكون قد نقلنا لحضراتكم كل الأحداث.